كان كتير حلو، والشباب مبين يعني التناغم تبعهم والخليط الموجود يعني بجسد بالفعل الشباب السوريين المتنوعين الموجودين بهالمنطقة بالشمال. فكرة المعرض هي تجسيد للواقع اللي عم نعيشه حاليا في الشمال السوري المحرر. طبعا لوحاتنا سلطت الضوء على عدة أمور لنوصل رسالة للعالم الخارجي أنه نحن مستمرين رغم كل شيء صار، رغم التهجير، رغم حتى الزلزال اللي ضرب المنطقة من فترة. عم نسعى ونطمح أنه يكون للفن دور فعال في هاي المنطقة وحصرا في الشمال السوري. تفرجنا على لوحات متنوعة، كان بينها لوحات بتحكي عن آثار سوريا وعن حضارة سورية القديمة، وحكت كمان عن الكارثة اللي صارت مؤخرا في الشمال غرب سوريا اللي هي حادثة الزلزال، بالإضافة لواقع المعيشة الصعب 12 سنة ثورة على النظام الأسد.